خيزور من السعودية، تحياتي للسعودية وتحياتي للملك السعودية صاحب الجلالة والولي العهد. اليوم دار واحد القرار مهم جدا من عمي عبد الله، واحد القرار في الوقت اللي كان صفت وزير الداخلية للجزائر، بداو كيفوحوا بأن العلاقات الجزائرية السعودية وكذا، إوا إذا به اليوم جا واحد القرار من عمي أن تاع التسمية الرسمية نتاع الجنوب المغربي الصحراء المغربية، ما كاينش داكشي نتاع الغربية ولا داك الزات. حيد عليا حيد عليا صافي، جميع وسائل الإعلام، جميع الإدارات، جميع مؤسسات الوزارة الخارجية، القنصل، المهم وزارة الإعلام، كاع دوك البلاغات ديالهم، كلشي الصحراء المغربية. والخريطة ما كاينش السماح بشي واحد في شي قناة معينة سو بريتكست كأنها يعني خاصة ولا كذا دير شي حاجة ماشي هي هذيك. ركز معايا ابن عمي، ركز معايا، هذه رسمية السعودية. اللي بغى يلعب داكشي ديال الوزارة الداخلية مشات الجزائر، هذيك مسائل أخرى لا علاقة لها بالشؤون المغربية اللي دائما كانت على وفاق تام بين الدولتين الشريفتين المملكة المغربية. ابن عمي خير الرأي المغربي، مرحبا مرحبا خير الرأي المغربي، تحياتي لك أيها العزيز، مرحبا بك الغزال، مرحبا بك خير الرأي المغربي، أحسن إنسان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجزر الكاريبي. أبي الله العقوبة تاع الركراكي غادي نهضروا عليها، غادي نهضروا على العقوبة تاع الركراكي، غادي نهضروا. المهم اللي أساسي في هذه العملية كاملة، تحياتي خير الرأي المغربي، الله يحفظك لك بربيك أخويا. الأساسية ابن عمي هو أنه الكوت ديفوار شعبا وحكومة ودولة ورئيسا، صافي. يعني هذاك الإنجاز اللي وقع البارح ما عمرو غيتنسى من الذاكرة تاع الإيفواريين، سيسجل بماء من ذهب ابن عمي في الذاكرة تاع الأطفال الصغار تاع الفقراء والبسطاء والأغنياء واللعبة الكرة والأندية والسياسيين والوزراء، جميع الرئيس وكل شيء، جميعهم ابن عمي ما تم إنجازه البارح. المنتخب المغربي داك الماتش اللي دار، داك الفوز اللي دار، يعني كان هدية من الله سبحانه وتعالى للشعبين للدولتين باش تكتمل دوك الأواصر ديال الأخوة اللي كانت قديمة تعززت منذ أشهر، على الأقل في الشهر الأخير، في هذا الكان الأخير، ليزانفلونسور ماروكان، الاستقبال نتاع واحد فيهم في وزارة السياحة، تصريح نتاع وزير الشباب والرياضة البارح، يعني حمدناك يا ربي وشكرناك، حمدناك يا ربي وشكرناك. فين ما مشينا كنديو معنا البركة ديالنا. أنا كنقول لكم القضية فيها البركة ابن عمي، النية والبركة. القنوات التلفزية تاعتهم تماما غير أبو ريهاب، تماما القنوات التلفزية تاعتهم. المهم دابا غادي نبقاو شويه في هذا الجو هذا تاع الكوت ديفوار والمغرب، ومن بعد عاد غادي نمشيو الى الجيران، الجيران بطبيعه الحال، باش نتكلموا على ما الذي راجع وما جاء عندهم بعد الاقصاء المرير. صافي ايوا. اذا مع الكوت ديفوار ابن عمي ديالي البارح، سبحان الله سبحانك يا قدير، الكوت ديفوار كان ممكن تاهل بتعادل الكاميرون مع غامبيا. لو كانت تعادلت الكاميرون مع غامبيا كانت طلعة الكوت ديفوار قبل من الماتش نتاعنا احنا، ولكن سيدي ربي اراد لان يكون المغرب هو السبب في تأهل الكوت ديفوار. المنتخب لعب بلا مدرب، المنتخب طالع المنتخب في ملي سالى الماتش نتاع قبل ما يسالي الماتش نتاع يعني نتاع تنزانيا والكونغو، الكونغو حتى لو كان غلبات والمغرب تعادل كان المغرب غيمشي الاول بفارق الاهداف، يعني المركز الاول كان مضمون عند المغرب، كان مضمون خاصه في ربع ساعه الاخيره نتاع لي ماتش بجوج. ومع ذلك من عمي يعني زير لي اخي بن محمود، ابن محمود صاحبي بن محمود ماشي الركراكي. البارح كان عندنا مدرب سميتو بن محمود، عندك تسميوه مساعد مدرب،
ايوه ماشي مساعد مدرب، كان مدربا وحتى هو تيق راسو مدرب. خايب محمود غنتنزو معاك معليش يا بلال، ما نضحكو معاك شويه. خايب محمود حتى هو غادي جاي، حتى هو كيهضر وما كيسكتش. تسحب له دابا المدربين ما خصهمش يسكتوا، وما ما قعدش ما بغاش يجلس. فا خايب محمود راه تقدر تجلس وتنوض، ماشي ضروري تبقى واقف وغادي يجي غادي يجي غادي يجي. لا زعما لعب فيها مدرب ما كاينش الله العظيم. حتى هو زعما بغينا نسميوه مسكين بشي راس شي حاجه مع داك الصنطيحه، حتى هو كايستنانا نشدوا له شي راس الدلاحه شي راس البتيخه شي راس البابايا. خايب محمود واعر واعر الحلاوه والله العظيم. ودار حتى هو ندوه صحفيه ودار تصريح للاعلام بيبا خايب محمود بيبا. ايوا الرجلاكي مسكين من الفوق تفرج من الفوق. شتي الظلم كي دايره ابن عمي، ما كاينش زعما شي مبرر علاش ما قالوا له سبيتي، ما قالوا له قلتي الفاظ عنصريه، قالوا له علاش تدخل تسلم عليه، علاش تشد له يدو تقول له غارد مو دون لي زيو. اش داك جوج ديال المقابلات، وتخيل معايا شو الظلم كي داير. ونوضو حتى حنا نبكيو ونشكيو هاو كيستان الكاف وهكذا، ونقولوا بان رئيس ديال اللجنه التاديبيه من جنوب افريقيا، ونقولوا بان الرئيس جنوب افريقيا غادي يتلاقاو معاه فسميتو في الماتش الجاي، وبان نقولوا بان كيتم تضارب المصالح وبان خطه ممنهجه من طرف موتسيبي وهذاك جنوب افريقيا باش نلعبوا معاهم بلا مدرب. ايوا السرعه في القرار، استدعوه مع العشره مع الثلاثه قالوا له حبس يلا زيد نبقاو نبكيو ونشكيو. ولكن لا، حنا ما نبكيو ما نشكيو من عمي، حنا كنخدموا القوانين. الجامعه الملكيه لكره القدم دارت استفتاء ديالها، عفوا الاستئناف ديالها، دارت الاستئناف عادي جدا، دارت الاستئناف ديالها في اطار ما يعني يكفله القانون والقوانين المنظمه. ايه تحياتي سي علي، تحياتي الغزال. نقصوا ليه؟ لا مازال ما كاينش خبر مؤكد ديال نقصوا ليه، مازال الاستئناف ما كيمشي للجنه اخرى غير باش نتعرفوا القوانين. راه بحال القضاء، راه الاستئناف ماشي كيرجع عند نفس اللجنه، لا كيمشي عند لجنه اخرى. راه بحال القضاء، كاين المحكمه الابتدائيه والمحكمه الاستئنافيه. الاستئنافيه اللجنه ما كتكونش نفس المحكمه ديال الابتدائيه، كتكون قاضي اخر ومسؤولين اخرين، يعني اللجنه كتكون دايره. الاخبار اللي مأكده هو انه في اجل اقصى 72 ساعه. 72 ساعه يعني اليوم، شنو اليوم؟ الخميس والجمعه، الجمعه زوينه الجمعه والسبت، يعني نهار السبت غادي يكون القرار. القرار فور بروبابل، لان الاستئناف نتاع الجامعه كان مبررا، يعني متاكدين بان الامر ما فيهش زعما شي خروقات، واللي عنده شي تسجيل يخرجوا، لان دبرنا واحد التسجيل ابن عمي. يا جدك دبرنا واحد التسجيل نتاع بالماضي، واحد الصحفي صوروا وابن عمي كيهضر مع اللعاب نتاعو. اش كيقول لهم؟ خليك معايا باش تعرفوا شنو كيقول لهم السي بالماضي اللعاب نتاعو. اذا الركراكي ياك كيقولوا تما الميكروفونات وكيسجلوا كيلقطوا الاصوات، جيبوا ابن عمي اللي عنده شي دليل بانه قال دي بروبو راسيست يجبدوا. اش قال لهم؟ بلاتي اليده ديالنا، بلاتي ابن عمي، بلاتي ما تقلقيش، هاد الشيء راه خصو بالقله. واحد دابا 40 دقيقه غنسالي اللايف، 40 دقيقه ما نتعطلش بزاف، لان راني في وصلت لواحد الخمس ايام الاخيره اللي ما عنديش الوقت بزاف، راني زعما ترو سيري وترو برست. إذن في 40 دقيقة غنحاول نسلسل لكم هذا الشيء كامل. اش قال بي ام مراسل بي ان سبور؟ تقليص عقوبة الركراكي لمباراة واحدة يبقى الإعلان الرسمي. المهم علينا مباراة واحدة غير حيدوا له كاع العقوبة، داك الشيء اللي كنتمناو حنايا، هذاك الشيء اللي كنتمناو. دابا ابن عمي ديالي الخبر مؤكد، لا بنت عمي مازال تبعت شوية، راه الخبر مؤكد. كيف فين شتو مؤكد؟ الله يجازيكم بخير. نصا والا كاين شي سحور، كاين شي الناس كدير السحور للمنتخبات، انت كدير السحور لابرنوس،
شاد التصويره ديال ابرونزو كدير له السحور. وسبحان الله من نهار درتي لي داك السحور وانا مزيان والله العظيم. ايه والله سيدي ربي عطى لي لينيرجي باش كملت واحد الشابيتر كان عندي صعيب مربج خدمته. عرفتي اش درت لذاك الشابيتر ولا؟ عاد كتكتوها ابن عمي نزل عليا الالهام اللغه العربيه. يا جدك تقرا داك الشيء تدهش. الشيخ جمجمه مرحبا العبي. واحد البركه الفلوس كنت كنسالها لشي ناس خلصوني فيها. عاود شي سحوره خاي الصاوي الله يرحمك الوالدين. عاود خاي لا والله يختار شي تصويره تكون فهمتي هذيك اللي مكرط فيها كنمر بها بصله. عندي واحد شي تصاور عندي شي تصاور كنبان فيها مكرط. هذيك داك التبديله اللي كنت درت في راسي وهذه واحد العامين هذيك التبديله هذيك دير لها شي سحور عاود سيدي ربي عاود رزقنا بشي 10 المليون شي 15 المليون وانا من حيث لا احتسب. ندبروا شي بريكول في شي خدمه عواد. يلا اخي الصاوي يلا يلا زين ما تعطلش الله يرحمك الوالدين. والله الا انت انسان الله عمره سلعة كتسحر البنادم وسيدي ربي كيرزقو. دابا سحر الركراكي عاود سحر الركراكي حتى هو باش نجيبو عاود داك الكاس. ايا مشيو ابن عمي دابا عند بالماضي. بالماضي ها هو الفيديو كاين. واحد الصحفي لقطو ابن عمي كيهضر مع اللعابه نتاعو. شتي في داك ملي كيطلبوا داك الوقت المستقطع داك الشيء نتاع ارتاحوا شويه غير كاين الرطوبه والحراره كيعطيوهم يشربوا. بالماضي جمع اللعابه نتاعو. هو يفترض ان مدرب كيجمع اللعابه نتاعو يعطيهم يعني يعطيهم تعليمات تقنيه فنيه البوزيسيونمون فين تحط انت فين تحط فين تلعبوا الكره فين تلعبوا نزل ثلاثه يرها بطو جوج جايين دوز من هني دوز من هذا هو المدرب كيبدل شي حاجه في الخطه كيبدل شي حاجه في لومبلاسمون تاع اللعابه يعني هذا هو المدرب. ولكن السيب الماضيه ابن عمي كان كيوصيهم يطيحوا كما كتسمع. هذه فضيحه بجلاجل ابن عمي. واسمع ما غتسمعوش الصوت مزيان الصوت غادي تسمع لكم شويه ضعيف ولكن الفيديو راني درته وانا عندي غادي نحطه في الفيسبوك وغادي نحطه في اليوتيوب من بعد سيروا تفرجوا فيه بالفيديو بالترجمه. انتم انا غنقرا لكم دابا شنو قال بالماضي نسمع لكم بعد شنو قال بالماضي. ايوا وغادي نمشيو ديك الساعه الفيديو ها هو باش ما يتضربش بالسينيال. انا نقرا لكم شنو قال لهم. قال لهم كون سا فوز اريف كلكو شوز دون لا سيرفاس ملي توقع لكم شي حاجه في مربع العمليات كون سا فوز اريف كلكو شوز دون لا سيرفاس فو ريستي لا بقاو طايحين ما كاين بومو في بركه بن عمي. تاكدت من حركات الشفتين لديه ما كاينش مو في بركه. درت ابن عمي درت له اقسم بالله انا الحاجه اللي مفركه والله ما نحطها. شحال من حاجه كيقول لي شي واحد شي حاجه لصالحنا كتكون مفركه كنقول له لا ابن عمي هذيك مفركه حنا ما محتاجينش نكذبوا باش 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 نقولوا شي حاجه ماشي هي هذيك. عاود رجع للفيديو وتاكد من حركات الشفتين هي ما فيهاش نقاش. نعاود Quand ça vous arrive quelque chose dans la surface, vous restez là. بقطايح. Les 10 travaillent pour vous. هذوك 10 اللاعبين الاخرين كيخدموا من اجلكم. Restez et faites comme si vous avez mal. Faites comme si vous avez mal. أعيد. Faites comme si vous avez mal. مو في برك، هذا واحد حراث ماشي مو في برك. وعاد سميتك عز المغرب عاد. سميتو عز المغرب وكيقول لي مو في برك، انت اللي مو في برك، انت اللي عندك كونت مو في برك. الدي ار اس العبيطه. قلب الكونت دار سميه مغربيه ونسى راسو سحب له فهمت؟ وراك داير كونت مغربيه المسخوط. سير بدل رجع للكونت الاخر رجع للكونت الاخر. فيت كوم سي فو زافي مال، نو تورني با اون رون. ما تمشوش بلا ما تدوروش داك الدور هكذا عندك وتشقلبوا داك الشقلايبات ما ديروهمش
لان ما بقاش كتاكل داكش قليبات باينه تمثيليه. واحد الوقت كانوا كيدوخوا بها الحكام، واحد الوقت في الثمانينات في التسعينيات، واحد جوج منتخبات بعد افريقيا جابوا اخطاء، جابوا بينارتيات غير داكش قليبات، وجابوا كؤوس غير شقليبات. ابن عمي هاي داك الشقليبات ما بقاتش كتاكل، اذا عاقبهم خيب الماضي، قال لهم لا ما تشقلبوا داك الشيء نتاع عطانه الشاط وجيمي اقيم دين ماني غفو غير اقيم مني بطح، كنقولوا بالريفيه بطح يعني تبطح تفطح 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 قيم دين نو تورني با اون رون ريستي كوشي. اه كوشي كوشي با بوجي كوشي با بوجي عند با بوجي نزدها. لطيفة مرحبا، لطيفة مرحبا متعمل، تحياتي ناس فاس والكل في فاس. اه ريستي كوشي لو فار اون لو سينيال على ما اي اون نو دي ريان او زاربيتر، ما تقولوا حتى شي حاجه للمدرب الحكام سينيالي والفار بيديكو. الفار اون لو سينيال على ما على ما على ما على ما، لدرجة أن الطبيب الفريق كيطالب بالفار. ابن عمي الطبيب الفريق نسى راسو واش لاعب ولا سحب له هو اللي طاح، واش عباد الله الطبيب الفريق عوض يمشي يداوي اللاعب هو كيطلب الفار؟ ما معنى هذا؟ معنى أنه هو هذاك السيد ما طايحش ما مقصحش، لأنكم كان مقصح كان الطبيب غادي يقابله يداويه، هو الطبيب خلى اللاعب مطايح وكيطلب الفار. اطلب الفار مطبع اي دابا حنا مطبعين اش غندير حنا التطبيع، نتوما ما عطاوكمش البريكس حيت غير مطبعي، عندكم الازمه ديال التموين حيت غير مطبعي، قرصكم بلافروف حيت غير مطبعي، دار لكم الاهانه لولي العهد السعوديه حيت غير مطبعي، خسرتوا الكام ديال الكاميرون حيت غير مطبعي، ما تأهلتوش لكأس العالم حيت غير مطبعي، عندكم الرئيس كيقول لكم غادي نحلي لكم مليار و 300 مليون متر مكعب نتاع الماء حيت غير مطبعي، عندكم الرئيس قال لكم قطار طمن راس 5 سنين مازال ما وصلش حتى المسيله حيت غير مطبعي، قالوا لكم غار جبيله تفتى اللي غديو غير الغبره حيت غير مطبعي، ضرباتكم البنين دات كأس افريقيا 27 حيت غير مطبعي، النيجير قالت لكم انا غامضه حيت غير مطبعي، المالي قال لكم سيروا تنبقوا جرى لكم على السفير حيت غير مطبعي، اثيوبيا دخلت للبريكس وانتم لا حيت غير مطبعي، جنوب افريقيا دعت اسرائيل وانتم لا حيت غير مطبعي، عباد الله كاع خرجوا للتظاهر مع غزه انتم ما خرجتوش حيت غير مطبعي، كاع القراعيد عباد الله المونضه كيتحرقوا في النار انتم ما تحرقاتش عندكم حيت غير مطبعي، كاع باللارج ديال العالم اللي كيتضرب كيموت الا باللارج ديالكم حيت غير مطبعي. ايوا عيش اخويا في الوهم اخويا، اش غندير لك انا؟ اش غندير لك انا اخويا؟ عيش في الوهم اخويا، عيش في الوهم، الله يطليك بغير مطبع ديالك، الله يخليك ديما غير مطبع، وغتبقى مطبع ابن عمي، غتبقى مطبع، سير الله يعاونك، سير الله يعاونك. نرجعوا بالماضي يا ابن عمي، بالماضي تبين الان بان داك الشيء تاع الفار وما سينيالا وشو كدا وداروا علينا والفار وضيعونا في بينالتيات، تبين ان هاد الناس هادو كانوا كيصطنعوا البينالتيات، والدليل الدليل ما الفيديو ما سجلتوش داك النهار، اقسم بالله الا طايح له في حجره كيقول له كيقول له هاك هاك، تصور لاعب جزائري نسيت شكون هو في الماتش الاول طايح له في حجره كيقول له غا شدني شدني ديك الجن، اجمل تحيات الله يحفظك مرحبا مرحبا ديك الجن، شدني شدني كيقولوا شدني انا كيطيح عليه باش يشدوا باش يشدوا باش يقول له بينالتي، اقسم بالله الا هكا هكا بنجح ياك بنجح، وهذاك هضروا عليه في ذاك هذوك البلاطوهات نتاع الزيكو ديال الشروق والنهار والبلاد والحياه، هضروا عليه وا بينالتي ما عطاش لبنجاح، مرت سي جوجل تحياتي لك الى مريم، قالوا لي وقع عندك شي مشكل بنت عمي، خدمي شغلك خدمي شغلك ديري داك الشيء اللي مامنه به، سمعتي الله يعاونك، راهي جيتي تقابلي بنادم ولا حتى تهبلي
اذهب لي اذهب لي، انا راه قريب غادي نبقى ندير داك الشيء اللي كيديروا. انا اللي ما عجبنيش نقول لهم، اللي طلع عند شي واحد ما عجبنيش غادي نضرب عليه اكس، ونعاديو بعضياتنا كاملين شي ما يطلع شي. ايه بدي خليهم تراكيل اصاحبي، خليهم تراكيل اصاحبي، حنا ملاهيين مع الانجازات، ملاهيين مع السياسات الكبرى، انتم باقي شي طلع عند شي، علاش طلع، علاش هبط، علاش دار، علاش مشى، علاش جا، علاش ايه عيقتو كاع، عيقتو اصاحبي عيقتو، والله العظيم الا عيقتو اقسم بالله الا كرهتوني في هاد التيك توك، كرهتوني في هاد التيك توك. الناس كتناقش اش واقع كاع في العالم وفي الدول الاقليميين، والسعوديه هي وشنو قالت، والجزائر ها وشنو كيقولوا، وموريتانيا ها وشنو دارت، الكوت ديفوار وشنو داروا مع المغاربه، وبناتهم في الصباح فاتح لي من 9 حتى ل 9، علاش فلان طلع عند فلان، علاش هبط عند فلان، علاش مشاش عند فلان، وعندي ديال فلان، وعندي كشكنا فلان، وكنضبب فلان، وكنزمر فلان، وكنخبر فلان. ايه عيقتو عيقتو، انا هنا غير كنعرف بنادم بان هذاك انا شك فيه. شت هذاك النوع اللي كيدخل لك الشكوك، هذاك انا كنشك فيه، لانه يفترض راه كاينه مواضيع كبيره تخدم عليها وتهضر عليها. تجاوز صافي اميره اميره، والله حتى نتجاوز بنت عمي، الله ينعل لي ميدير لك الخاطر. اي تيك توك قال لك حنا ندافع ونرافع، باش كدافع كترافع، كتناقش مواضيع، كدير الضغط، كدير لا 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 كت 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 اش كدير؟ علاش فلان طلع، علاش فلان هبط، علاش فلان قال، عندي السكرين تاع فلان، عندي التسجيل تاع فلان، عندي الصوره تاع فلان، عندي الشك في فلان، فلان ضبابي، فلان خبابي، فلان مشكوك فيه، فلان مزمر، فلان مزبل، غنقولوا شي زبل، خريطوا على الوطنيه والزمر كاع. بنادم باقي بلا شكون 10 ساعات عاصر في التعاصر في التيك توك، وشاد فخوتو، ها شاد فخوتو، قال لك انا كنرافع وكندافع. رافع ودافع اخويا، افتح لايف وسير لي الموضوع وضرب لي في الثقيل، اضرب لي في المعقول، اللي محتاجه البلاد واللي محتاجين ولاد البلاد. ركز لي على شي حاجه دو بوزيتيف نعزوها، شي حاجه دو نيجاتيف نتفاداوها. بعد نظرة صاحبي، شوف ليا بالفوق المصلحة نتاع الجماعة نتاع البلاد نتاع الدولة نتاع المغرب، انت ضرب على مصلحتك انت باش تشد براسك انت في التيك توك، باش يصفقوا لك واحد 10 الناس. ويولي بنادم مجهول الهوية، مجهول 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 الهوية، لا اسم لا صورة لا ما كتعرف عليه حتى وزة. وغيجي حاكمك انت بسميتك بصورتك بشلاغمك، ما بغاوش يشيبوا بحجبانك، يطيروا يهزوك يجيبوك في الهند بالسيف نتاعك، بالاعطاب نتاعك، بالاعصاب نتاعك، بالامراض نتاعك، بالحسنات نتاعك، بالسيئات نتاعك، معروف مفروش، شفاف جدا، تري ترونسبارون. ويجي يكون زيع بنو بوزيع، ما داير سميه، ما داير صوره، ما عرفنا شكون. ويزيد عليك في الوطنيه ويقول لك انت مشكوك فيك، انت ضبابي. هو راه على برا، انت في البلاد، انت في البلاد، كل اجهزه القوانين المؤسسات تعرفك، ما عمر قال لك شي حد اش كتقول ولا اش كدير ولا داها فيك شي حد في البلاد. في البلاد مؤسسه نتاع البلاد كامله هنايا معانا، وما عمر قرب عندنا شي حد بشي هضره. وتجي كون زيعه ولا كون زيع بعيد ب 7000 كيلومتر يوري لي انا كي نكون انا وطني وولد البلاد.